السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوكس. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون فقط موضوع للنقاش. حاولت نتفرج في بعض الفيديوهات ولقيت الاخوان كاملين متحدين باش يديروا واحد الفيديو كامل يديروا اعلان على الناس يقطعوا موازين. لذلك الاخوان فرغم اننا ما ساكنينش حنا في المغرب ولكن راه ديما قلوبنا في المغرب، راه عندنا عائلتنا، عندنا خوتنا، عندنا امهات ديالنا، عندنا الاصدقاء ديالنا اللي محتاجين يسمعوا هذا الكلام. هذا بغيت نقول لكم الاخوان، راه حنا الا كنا تنديروا هذا الشيء في اليوتيوب راه هذا هو الحل الوحيد اللي عندنا الاخوان. مظاهرات راه ما بقاتش مظاهرات خدامه، فقط بالوعي ديالنا غادي نقوموا بفيديوهات. اي واحد عنده قناه في يوتيوب الاخوان يدير فيديو ويهضر على هذه الظاهره باش كل واحد يقطع موازين ونشوفوا شكون اللي غادي يخسر. بغيت نقول لكم الاخوان قبل ما غادي نقول لكم علاش غادي نقطعوا هذه الموازين، راه العديد ديال الاموال الملايير ديال الدولارات الاخوان كتمشي للبلاد كتتصيفطها في هذه الموازين. هذه كاين العديد، ما لقاش كاين الناس اللي ما لقاوش حتى يكريو، ما لقاش اللي ما لقاو حتى الماكله ياكلوها. نجيبوا جينيفر لوبيز، نجيبوا شاكيرا، نجيبوا بسين، نجيبوا للعالم، نخلصوا لهم ملايين ديال الدولارات باش يطلعوا في الخشبه ويبانوا بواحد الصوره رديئه جدا وفي الاخر يديو لنا فلوسنا ويمشيو. لذلك الاخوان كنوعدكم الاخوان، الناس اللي ما عندهمش قناه في اليوتيوب غير بارطاجيو في الفيسبوك، ياخذوا هذا الفيديو هذا وبارطاجيوه في الفيسبوك. الناس اللي عندهم فقط قنوات واخا 600 مشترك يدير فيديو ويكتب مقاطعون موازين، هاشتاغ مقاطعون موازين، باش نوريهم بالله راه حنا فقنا، حنا راه ما بقيناش في دار غفلون، ولينا حنا كنعبروا على الاراء ديالنا خلف هذه الشاشه هذه. الا كنا خرجنا برا العديد الناس اللي تيخرجوا برا وكياكلوا العصا، حنا غادي نظاهروا فقط، غنديروا مظاهرات اون فاس هذه الكاميرا هذه ونعبروا على الراي ديالنا بكل مصداقيه وبكل راحه. ما كاينش ما كاين لا عنف، ما كاين حتى شي حاجه، فقط تعبر على الراي ديالك كلام فيديو وفي الاخر ديروا في يوتيوب ويقول لهم بالله احنا مقاطعين الموازين. الاخوان كاملين بارطاجوا هذا الفيديو هذا. الاخوان اللي عندهم قنوات في يوتيوب ديروا فيديو، ديروا مقاطعون موازين باش توصل هذه الرساله هذه للناس اللي يلاه غيشوفوا هذا الفيديو. حيت اخوتي بغينا كما كاين واحد الصديق قال لك كما نجحت القضيه ديال المقاطعه ديال الحليب ولا ديال الغازوال ولا ديال الماء، راه هاد المقاطعه ديال الموازين حتى هي ان شاء الله بحول الله غادي تنجح وغادي نستمروا فيها ان شاء الله بحول الله. رغم انني كما قلت لكم راني ساكن هنايا في هاد البلاد هاد البلاد هذه، ولكن راه كنشوف الاخوان، كنشوف الناس اللي تيتقاتلوا باش يوصلوا الصوت ديالهم. علاش لا؟ الحمد لله عندنا واحد القناه وعندنا فيها عائله كبيره اللي كتبع هذا المحتوى ديالي، علاش لا نوصلوا لهم هذه الرساله هذه ويقوموا بالبارطاج ولا يقوموا بفيديوهات وحتى هما يهضروا ويعبروا على الراي ديالهم. راه كلنا مضرورين الاخوان، راه ماشي غير واحد ولا جوج ولا ثلاثه. راه انا كنحيي داك الاخ ديال مول الشكارة اللي كيقوم بالحلاقه ديالو تيخرجوا على ودنا حنايا، ماشي على شي واحد اخر. ما كيهضرش على نفسه، كيهضر على المغرب كامل، كيهضر على المغاربه كاملين الاخوان. داكشي علاش كتبقى فيا حتى انا النفس وكنهضر في هذه المواضيع هذه، فقط باش حتى انا نوصل الصوت ديالي للاخوان اللي مازال ما وصلهمش هذا الصوت هذا. وان شاء الله بحول الله نتحدوا. راه كل علاش هاد الناس هاد الغربيين هذه هاد البلاد هذه علاش هي متقدمه؟ حيت الناس واعيين الاخوان. علاش الناس واعيين؟ حيت كيعبروا واصلين بواحد الثقافه ديال الفكر اكثر منا. حنا راه اولد فاشن، حنا راه كنفكروا اولد فاشن. هما راه تيديروا لنا دق لنا الشوكه باش نبقاو ديما كنفكروا العهد الجاهلي، بقا نفكروا لواء موكا الى غوتات راه غادي نموتوا ولا شي لعيبه بحال هكايا، الى تقلب الصباط راه غادي يجي نظيف، الى حكيتيني فيك غيجي شرشبيل. لا الاخوان حنايا واعيين، وان شاء الله بحول الله بالصوت ديالنا غادي نعبروا على الاراء ديالنا وغادي نحركوهم وغادي نقولوا لهم بالله راه حنا ما بقيناش ناعسين، راه فقنا. لذلك الاخوان بارطاجيو يا اخوتي، واي واحد عنده قناه يدير هاشتاغ ديال مقاطعون موازين. هادشي اللي بغيت نقول لكم، بيس لكم الاخوان حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وشكرا لكم بزاف على السيبورت ديالكم ولا الدعم ديالكم. والسلام عليكم.